نظن باللي كان فيه ضربه جزاء شرعيه الحكم ما صفرهاش. سيبريك اللاعبين بذلوا مجهودات كبيره، نظن باللي اليوم يستاهلوا اكثر من ماتش تاع التعادل. يعني 90 دقيقه كنا نلعبوا يعني هجوم ضد دفاع. واش نقول، جو بونس اللاعبين بذلوا مجهودات كبيره، ولهذا في بعض الاحيان صعيب انك تسيب الحلول ضد فريق اللي ربما بيلعب تقريبا مع 10 لاعبين الخلف، ما خلوناش مساحات. ولكن نجم نقول اليوم تاني تحكيم اثر شويه، انا نتحمل المسؤوليه تاعي مش نحصل في الحكم، ولكن اليوم الحكم كان عنده دور كبير في نتيجه اللقاء.